كنظن باللي هذه هي الشقة اللي عندك بزاف وانت تحوس عليها، شقة ليكس وبتجهيزات عصرية وراهي في إقامة كلوتيغي ومنطقة توفر لك كامل واش تحتاج. السلام عليكم متابعينا الأوفياء، كما عودناكم دايما رانا نوفر لكم عروض للعقارات بمختلف أنواعها، شقق، فيلات، أراضي، المهم كامل أنواع العقارات راح تلقاوهم عندنا ومن مناطق مختلفة. يسمى ما عليكم غير تابعونا عبر جميع صفحاتنا الوكيل إيموبيلي باه يلحقوكم كامل عروضنا. اليوم رانا في ولاية الجزائر بلدية الحاميز في حي البيبي علي صادق، جبنا لكم من هذا الحي شقة F4 للبيع بعقد ملكية ودفتر عقاري في طور الإنجاز. المنطقة هذه فيها كامل المرافق اللي تحتاجهم، عندك المؤسسات التربوية للأطوار الثلاث، مسجد، والمواصلات بجميع أنواعها راهي متوفرة حتى الترامواي. منطقة فيها حديقة التسلية، عندك السوق والمركز التجاري تاع باب الزوار 10 دقائق برك تكون فيه، المطار حتى هو راه على بعد 10 دقائق برك، يعني منطقة تضمن لك وتوفر لك كامل المرافق. وذكا ندخل نشوفوا الشقة تاعنا اللي راهي في حي هادئ وفي عمارة كلوتوري وآمنة، فيها سيكوريتي، فيها غارديناج 24 ساعة يعني طول اليوم، وعندها إطلالة بزاف شابة. هنا رانا في الصالون اللي جاي جوست عند الدخلة، واسع الله يبارك ومخدوم خدمة متقونة. شوفوا السقف، الأرضية، الجدران كامل مفينين مليح، ونلقاو فيه بورت فونيتر تخليه مشروح وضاوي. عندنا إطلالة على الحي، حي البيبي علي صادق، والإطلالة راهي سون فيزافي. الشقة تاعنا راهي في الطابق الخامس بمساحة 110 متر مربع، وتتكون من غرفة استقبال وطروا شومبغ، وفي الكولوار نلقاو بلاكار كبير الله يبارك. شوفوا الجودة تاع الخشب تاعو، نوعية رفيعة، وحتى الأبواب في هذه الشقة راهم بنفس الخشب. كما قلت لكم الشقة تتكون من صالون وطروا شومبغ، مطبخ وحمام ومرحاض. المطبخ فيه كويزين إيكيبي يعني راه متيول من كلش، ومفيني ثان واسع ومشروح وضاوي. من هذه النافذة راح نلقاو إطلالة واحدة أخرى، إطلالة سون فيزافي، معناها الشقة راه فيها دو فاساد، الشي اللي يخليها مشروحة وضاوي أكثر. والمطبخ راح فيه نافذة وبورت فونيتر، يعني راح تكون فيه تهوية بكمية مناسبة. عندك الشوف با والإطلالة منها تمدلكم نظرة واضحة أكثر على الحي اللي راح في بلدية الحاميز ولاية الجزائر. المواد المصنعة اللي راهم في هذه الشقة كيما الأبواب والنوافذ، كويزين إيكيبي كامل، راهم بكاليتي عالية، وراح فيها بزاف امتيازات، كاين دو كليماتيزور وكاين شوفاج سنترال، أيضا تلقى فيها باشا وخزان مائي، يسمى راح تكون مهني من جهة الماء. شوفوا الغرفة هنا شحال مشروحة وضاوية ومفينية من كلش، ونلقاو فيها بورت فونيتر. عندك دو فاساد سون فيزافي، دو بالكون، مساحة تاع 110 متر مربع، وزيد الشقة راهي لوكس قاع واش كاين، تسكن فيها من نهارك بلا ما تعاود والو، حتى الصبيغة وراهي جديدة. منطقة معروفة وتوفر لك كامل المرافق، والشقة تتوفر على الكهرباء، الماء والغاز، يعني العقار راه مكمول من جميع النواحي. الغرفة الثانية أيضا راهي في حالة جيدة، أرضية شابة، سقف وجدران مفينين، وفيها نافذة، كل جزء رانا ندخلوه نلقاوه مشروح وضاوي، يسمى الغمة وضيقة الخاطر ما يدوروش كامل بيك في هذا العقار. كما شفتوا الشقة راهي في حالة جيدة، كلش فيها مفيني، باقي لنا غير الغرفة الثالثة نروحو نضربو طلع عليها. الغرفة هنا واسعة ومخدومة مليح، الديكور تاع الشقة كامل سامبل وبزاف شباب، وفيها خصائص يخلوك ترتاح أكثر. عندك انترفون وكاميرا سيرفيونس، سيكوريتي، إقامة كلوتوري، يعني راح تكون مهني. مام البلون تاع الشقة يضمن لك الخصوصية تاعك، كيما شفتوا الغرف كامل جايين في كوتي واحد وبعادة على الباب تاع الدخلة. الحمام راه بكامل التجهيزات، تجهيزات عصرية وبجودة عالية ومفيني مليح. السعر تاع هذا العقار اللي راه للبيع في بلدية الحاميز هو 1,900,000,000 قابل للتفاوض. وكملاحظة الشقة راه فيها قرض بنكي لم يكمل بعد، الدفع تاعو راح يكون على حساب المفاهمة مع صاحب العقار. متابعينا إذا كنتم مهتمين بهذا العرض، ما عليكم غير تتواصلوا مع صاحب العقار اللي راح تلقاه رقمه أسفل الفيديو وفي التعليقات.